بظاهرة جديدة انتشرت وهي عقد الزواج الإلكتروني، ودي بتتم عن طريق إجراءات عقد الزواج من المنزل، أو الزوج أو الزوجة بيجيبوا مأذون الخاص بيهم وبيعقدوا القرآن أونلاين. وده مش في مصر بس، لا ده كمان السعودية خلال سنة ونص تم عقد 40,000 زواج إلكتروني. إيه الحكاية؟ الكلام ده إيه موقف الشرع منه؟ على التليفون معي الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور خالد. أهلا وسهلا، مرحبا، برحب بحضرتك وبمشاهديك الكرام يا فندم. ما مدى يعني شرعية هذا الكلام يا فندم؟ ما يسمى الزواج الإلكتروني أو الزواج على الإنترنت، إحنا وجدنا في ناس بتستعمله في استعمالات مختلفة. اسمح لي، يعني فيه بعض الناس بيبدأ التعارف بين الزوج والزوجة على الإنترنت عبر بعض الآليات، وبعد كده أو بعض المواقع، وبعد كده بيحصل العقد. ساعة العقد بيجتمعوا في مكان أو في دولة وبيتم العقد في وهذا زواج إذا اكتملت الأركان والشروط طبعا وكل حاجة. بس ده يعني التعارف لما يتم على عن طريق الإنترنت، ثم بعد ذلك وطبعا مع القيود والضوابط الشرعية والأخلاقية والاجتماعية. لكن الوجه الآخر أو الأمر الآخر، وهو أن يتم عقد الزواج عن طريق وسائل التواصل أو عن طريق الإنترنت، فهذا الذي يفتى به أنه لا ينعقد عقد الزواج بهذه الطريقة. عقد الزواج بهذه الطريقة ليس عقدا شرعيا، لما أنه يترتب عليه أمور كثيرة، منها أن مجلس العقد مش موجود، ومنها أن هناك يعني الحالات اللي حصلت والأمور التي تمت بهذه الطريقة ترتب عليها أمور كثيرة من الضرر، خصوصا بالنسبة للطرف المرأة أو الزوجة وهكذا. فهذه العقد بهذه الطريقة ليس عقدا صحيحا. اشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عمران. هي كمان عندي حاجه بس بسرعه كمان كده، في صاحب مقهى بيعتدي على طالب بالسيف. هو في علاج للخشونه، ولازم العيان يفرق ما بين علاج الام الخشونه وعلاج خشونه الركبه. خشونه الركبتين ده مرض هيحصل، ده زي الشعر الابيض اللي بيحصل لاي حد فينا، تقدم في السن، اصابه قديمه، وزن زائد، ما قدرناش ان احنا نعالجه كويس، فابتدى يطور لي فيه خشونة الركبة او خشونة مفصل الحوض او خشونة المفاصل عمدا، ابتدى يتآكل السطح الاملس، فبدأ يحصل الام لهذا المريض. المريض بيبتدي يشتكي ممكن الام من العضلات، الام من الاربطة، الام من المفصل نفسه داخليا، من مستقبلات الالام اللي داخل الركبة، او من الام من المشي نفسه، من الحركة ما يقدرش يمارس حياته ما يقدرش. هل في علاج لده؟ نعم، تخصص علاج الألم أوجد حل لمرضى الخشونة ومرضى خشونة المفاصل عامة، سواء كان بتدخلات محدودة بتتم، وكلما دخلنا بدري كلما قدرنا ناخد نتيجة أفضل. وقدرنا علاج الخشونة أو علاج ألام الخشونة بيختلف، ممكن حقن أعصاب طرفية، حقن مواد علاجية للمفاصل أو للأربطة أو للأنسجة أو للعضلات نفسها، أو يتم حقن البلازما الغنية المنشطة لعلاج الخشونة وتعويض السائل الزلالي اللي بجوه الركبة، فبالتالي نقدر ناخد نتيجة في تخفيف الألام وتخفيف الاحتكاك، فبالتالي نوجد ده. بالضبط بمثلها كأننا بنعمل تجميل زي تجميل اللي بيحصل في البشرة، احنا بنعمله داخل الركبة، فبالتالي درجة الخشونة هتقل شوية، فبالتالي الألام هتختفي وهنعالج الألم. فبالتالي في فرق ما بين علاج ألام الخشونة وعلاج الخشونة. نعم الخشونة نفسها ده بروسيس، حاجة طبيعية هتحصل زيها زي الشعر الأبيض، ولكن احنا ممكن نجملها وممكن نقلل من أعراضها اللي بالتالي تدينا راحة للمرضى وعلاج لألمهم، فالعيان يقدر يمارس حياته. حاجة مهمة جدا، الحركة مهمة، الحركة هي اللي بتخلي العيان يكون الكولاجين ويكون الكارتليج، فيبتدي مفصل يتحرك. المريض الخشونة اللي مش قادر يتحرك في الدرجات القوة العظمى اللي هي درجة زي الدرجة الرابعة أو الأقوى، ما بيقدرش يتحرك، فبالتالي هو فاقد لجزء مهم، دخل في اكتئاب، مش قادر يمارس حياته الطبيعية، مش قادر يتحرك في أي مكان، فبالتالي حصل له دخل في سيركل كده لابد نقطعها. كنا نقطع الألم ده نفسه، ده لوحده بيبقى علاج. فبالتالي هناك فرق، وعلاج الألم أوجد حل لعلاج آلام خشونة المفاصل عامة.